أهلا بكم من جديد في حضرة التحدي والإصرار والأمل يسكت الكلام واضح أنه إحنا أمام تجربة يعني فريدة أنا أول مرة أسمع بهذا الكلام وإحنا مرينا طلعنا على تجارب الآخرين عشان هيك خلينا نستفيد من وجود الحج أمال معنا لأنه إحنا أمام قيمة على مستوى التجربة أنت لم تكوني بنت يعني بنت حاجي كنت مترفة بنت عمدي أيوه. ورغم ذلك عندي كل ادوات الاصرار والتحدي ويعني عملتي كل اللي نفسك فيه انت بنت 81 سجلتي دكتوراه احنا واحنا بنحضر للحلقه رحنا على بصراحه على بيوت المسنين وطلعنا على تجارب ناس منكسره بعد 60 يعتقدوا انه الحياه انتهت ده هي بتبدا بعد الستين بالضبط بالضبط طيب الناس اللي بيستسلموا للياس طبعا مع اختلاف الظروف ربما في ناس الظروف اجبرتهم انه ما عندهم مش اولاد ما عندهم مش البيئه إلها دور الوضع الاجتماعي الوجه الوضع الثقافي له الو يعني ال له لكن انت يعني شو بتحكي لهاي الناس اللي بتنكسر بسرعه تستسلم لحاله الياس بسرعه تنوق الى بتقضي حياتها بكى حتى برفضوا يتق... يعني انا شفت ناس والله برفضوا يحكوا معنا رفضوا يحكوا معنا من كثر ما هو واصل لحالي من الاحباط يعني مش مش طبيعي، فانت هاي الناس ايش بتحكي لها؟ لا والله ابدا انا بعتبر العمر مجرد رقم. يعني 18 زي 81 عاد مجرد رقم. صح <applause> على فكره انا عجبني الطريقه بتاعتك يعني <applause> اللي هو نعكس الارقام. آه. اصل يعني. اللي حصل ايه اول يوم دراسه لا بس كملينا كملينا يعني رسالتك للناس اه اه يعني العمر مجرد رقم. نعم انكسر ليه ولا اعمل ليه؟ انا قارئه وعندي معلومات ونفسي اخرجها عادي ما انا ممكن التحق بالجامعه ده اللي جرى خدت الثانويه العامه وانا سني 71 سنه زي اي طالب عادي 71 وسم... خدت ثانويه كنت وكنت قاعده في اللجنه مع, في مع الطلبه انت الصغيرين انت أيوة. شو عملتي يا حاجه امال؟ انت أه؟ نسفتي مقوله سن اليأس هذا المصطلح انت نفيتيه <applause> من, من القاموس ده الانساني ما فيش يأس خالص آه. كان مصطفى كامل الله يرحمه كان زعيم كبير عندنا مصر مع الحياة. كان يعني بيقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس لا. أنا بطبقه بقى حرفيا لا. هو ده. لا يأس مع الحياة طب لو الناس اللي مروا في نفس تجربتك هم يعني كمان ظروفهم الاجتماعية صعبة يعني وبالتالي راحوا والله وعلى... أنا ما أعرفش يمكن أنا ظروفي أحسن لأن أحمد شوقي فيه فيه بيت حلو قوي كان بيقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل واقلال صح يعني انا ب... معايا فلوس وفي نفس الوقت عايزه انشر أ... أ... العلم ده او أخده او اعمله او استفيد بيه يعني حتى في ناس كثير فأنا بعمل م... كده فانا بعمل انا عملت كده بالظبط انا مبسوطه جدا 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 باللي انا عملته واللي لسه اذا كان في العمر بقيه هعمله لان انا عندي امل الله يعطيك يا أمال. الله يكرمك امل في وجه الله لا لا. انه مش هيكسفني وان انا هاخد الدكتوراه برضه وهاخد واكمل كليه الـ ده بقسم اللغه الانجليزيه ان شاء الله, الله.